أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. يقال هذا كله مدعى لا دليل عليه. من قال أن الفقهاء فهموا ذلك، أن المراد من الوقيعة هي الغيبة، والمراد من باهتوهم هو البهتان والكذب عليهم، بل وحتى قذفهم. من قال ذلك؟ نقول نذكر أمثلة على كلمات وكلام أكابر الطائفة. ما قاله صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه في جواهره، قال: نذكر طبعا موضع الشاهد لهذا البحث، وإلا هو سيذكر كلام كثير يخرجنا عن صلب البحث وينقلنا إلى موضوع آخر إن شاء الله. ما سيذكره الذي لا نحتاج إليه الآن سنذكره فيما بعد، ويكون له بحث مستقل إن شاء الله. الآن لا نريد أن نخوض فيه ولا أن نحشره حتى لا تتداخل المطالب ولا يترك الموضوع الأصلي ويذهب إلى موضوع آخر. قال: فالظاهر إلحاق المخالفين. إذن الكلام عن المخالفين، عامة المخالفين، عوام المخالفين، أي غير الشيعة الإمامية، خصوصا أهل الخلاف اللي يسمون أنفسهم بأهل السنة، بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد. هجاءهم الطعن فيهم على رؤوس الأشهاد أفضل عبادة العباد. هذا من يقول؟ مو واحد عادي، صاحب الجواهر، هذا الخبير بفقه آل محمد عليهم السلام، هذا المتبحر بالروايات والآيات، هذا كل من جاء بعده من الفقهاء هو عيال عليه واستفاد من كلماته. جيد. وقال: ما لم تمنع التقية وأولى من ذلك غيبتهم، أولى من هجائهم غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها. الشيعة جرت سيرتهم على غيبة المخالفين في جميع الأعصار والأمصار، علماؤهم وعوامهم وأعوامهم أو عوامهم، حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات. أفضل الطاعات وأكمل القربات هي غيبة العامة. فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم اللي هو في الغنية. إجماع الطائفة على ماذا كما جاء في الغنية؟ على غيبة المخالفين، أنها من أفضل القربات وموجبة لتحصيل الأجر والثواب، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات، من ضروري المذهب، غيبة العامة والطعن فيهم وشتمهم ولعنهم وهجاءهم. هذا من الضروريات اللي ينكر هذا يخرج عن مذهب الإمامية عزهم الله، فضلا عن القطعيات. هذا يقول أصلا من ناقش أنه قطعي لو لا، هذا مسلم بأنه قطعيات. ويقول: لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت. عندما يكون الفقيه خبيرا فعلا وماهرا فعلا بالروايات لا ينكر هذه الحقيقة. اعرف الفقيه الخبير والماهر من غيره بهذه المسألة. شوف هاي المسألة يقبلها لو لا، يرضى بها لو لا، وإلا صاحب الجواهر ماذا يحكم عليه؟ أنه ليس بماهر، ليس بفقيه، متفقه
مدعي للفقاهة، وهذا كلام صاحب الجواهر مو كلامنا. بل تواترت الروايات شنو من لعنهم وسبهم وشتمهم، مو بس السب والشتم، حتى اللعن اللي هو أشد من السب. اللعن هو الطرد من رحمة الله والدعاء على الطرف الآخر بالعذاب. فالسب يلاحظ ماذا؟ يلاحظ يلاحظ من اللي توجه للسب. مثلا ذكرنا السب كأحد المصادر، إذا كان وجهت إلى أولياء الله فهو شيء قبيح ومذموم شرعا ومعصية وموجب للعقوبة، أما إذا وجهت إلى أعداء الله فهو ممدوح وموجب للثواب والخير. فيقول هذا كلام مهم من صاحب الجواهر، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم يجب إرادة المؤمن منهما، يعني الناس في الروايات والمسلم في الروايات، إذا قاعد يحكي عن غيبة وعن كذب وعن بهتان وما شابه، هذا يراد به خصوص المؤمن، يجب إرادة المؤمن منهما من لفظ الناس والمسلم. وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين من أمة يا صاحب الجواهر القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر دون غيرهم من الكافرين والمخالفين ولو بإنكار واحد منهم. كذلك صاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، يعني الشخص اللي تقول له هذا الكلام مستحق للاستخفاف لكفر، لأنه كافر أو ابتداع مبتدع أو تجاهر بفسق، أي متجاهر بالفسق، فلا حد ولا تعزير، يعني لا عليك حد ولا عليك تعزير إذا طعنت بهذا الكافر أو المبتدع أو المتجاهر بالفسق، بلا خلاف، ماكو خلاف، بل عن الغنية الإجماع عليه، يعني جواز أن تقول بما تقول كلام يوجب ويستحق الاستخفاف، بل ولا إشكال أي فيه، بل يترتب له الأجر على ذلك. فقد ورد أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، وورد أيضا زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين، وعن الصادق عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وفي النبوي إذا رأيتم أهل الريب والبدع، وذكر الرواية إلى أن قال إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك. وإن لم يكن من النهي عن المنكر، حتى لو لا نفرض ما نعد من النهي عن المنكر، بل هو ظاهر الفتاوى، ظاهر الفتاوي، فتاوي الفقهاء يفتون بذلك بوجوب غيبتهم والكذب عليهم والطعن فيهم وذمهم أيضا، بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه لحصول الشروط. جيد، يوجب التعزير لتارك هذه الوظيفة، انتبهوا، تعزير تعرف شنو معناه؟ هذا كلام صاحب الجواهر. أما كلام شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب يقول هجاء المؤمن حرام، واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، يعني المخالف مو محترم شرعا، المخالف هجاؤه مباح جائز، وكذا يجوز الفاسق والمبدع كذلك،
لئلا يؤخذ ببدعه. جيد، إذن يجوز هجاء منه المؤمن الفاسق المتجاهر بالفسق، ويجوز هجاء المخالف، ويجوز هجاء المبدع. إلى أن قال: وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدع باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم محمول على اتهامهم. شوف اتهامهم أبو المكاسب يقول شيخ مرتضى الأنصاري، أنت أعلم وأعرف من الشيخ الأنصاري، محمول على اتهامهم وسوء الظن به بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال هذا القذف لعله زان أو سارق، وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. يعني أي كلام تقوله من باب أنه هذا الشيء ما موجود فيه ليس فيه، هذا شنو؟ جائز، إلا من أقول واجب أو مستحب، ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. يعني شو يقول لك صاحب المكاسب؟ يقول لك ظاهر وباهتهم هي ماذا؟ ويحتمل إبقاؤه على ظاهرة، إبقاء على ظاهرة شنو؟ ظاهر هاي، ظاهر هاي الكلمة تجويز الكذب عليهم، جائز الكذب عليهم، البهتان، الافتراء عليهم. ليش؟ لأجل المصلحة. شنو المصلحة؟ فإن مصلحة تنفير الخلق عن أهل الريب والبداع أقوى من مفسدة الكذب. يعني أنت عندك تزاحم بين أن تكذب عليهم وتبهتهم وتفتر عليهم، وبين ماذا؟ يضلون عباد الله ويفسدون عقائد الناس. يا هو العاقل أيهما يقدم إذا تزاحم في هذا المورد؟ المؤمن ماذا يقدم؟ وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون افتراء، شوف، ويقذفون من خالفهم القذف مثل ابن زنا، فقال: الكف عنهم أجمل. ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس، ما خلا شيعتنا. ماذا يقول صاحب المكاسب؟ وفي صدرها، أي صدر هذه الرواية، أنه الكف عنهم أجمل دلالة على جواز الافتراء، وهو القذف على كراهة. يعني يجوز مو بس تفتر عليهم وتشذب عليهم، بل تقذفهم، ولكن القذف يعني تقول لابن زنا هذا مكروه، كما قال الإمام: الكف عنهم أجمل، أفضل وأحسن. ارجع للفقهاء وانظر ماذا يفتون في أهل الريب والبدع. كذلك صاحب المكاسب ماذا يقول؟ إن ظاهر الأخبار يا علي إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. صاحب المكاسب يقول: يا الله يا الله، يقول صاحب المكاسب: إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن،
فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه. ظاهر الأخبار الروايات اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف لأنه ليس بمؤمن، لا يدخل تحت هذا العنوان، كما يجوز لعنه. فإذا جاز لعنه من باب أولى يجوز غيبته وسبه. أما السيد الخوئي فماذا يقول في مصباح الفقاهة؟ يقول قوله أي الشيخ الأنصاري في المكاسب: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. أقول أي السيد الخوئي يقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله. دققوا في كلام هذا الفقيه اللي هو أستاذ أغلب وأكثر الفقهاء المعاصرين. يقول المراد من المؤمن هنا أي في الروايات في حرمة الغيبة: من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم أي من الأئمة جازت غيبته لوجوه. عدة وجوه تجوز غيبته. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراء منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم. شوف هذا ما يستفاد من صحيح داود بن صرحان: إذا رأيتم أهل الريب والبدع والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب. شوف المخالف خلاه من أهل الريب والبدع، مو فقط علماء المخالفين، مو فقط من يصدق عليه هذا العنوان أهل الشك وأهل البدع، لا، خل حتى المخالفين عامة المخالفين منهم. شوف هذا الفقيه اللي يتبحر بروايات أهل محمد آل محمد عليهم السلام، مو كل من هب ودب اللي يحس بروحه ويخلي روحه وينصب روحه آية الله فقيه ويتكلم بلا خبرة ولا مهارة في روايات آل محمد. وكذلك يقول الوجه الثاني إلى أن قال كلام مو محل الآن إن شاء الله نذكره فيما بعد: إن المخالفين بأجمعهم، شوف تصريح، كل تصريح حتى خاف واحد غافل يحمل الكلام على غير محمله، قال: إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتضافرة، بل التزموا بما هو أعظم من الفسق كما عرفت. التزامهم بهاي العقيدة أعظم من الفسق، وسيجيء أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. يعني حتى لو قلنا المخالفين مو من أهل الريب والبدع، هم من المتجاهرين بالفسق، بل هم أعظم من المتجاهرين بالفسق، والمتجاهر بالفسق تجوز غيبته. الوجه الثالث أن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن. الآية اللي هي ولا يغتب بعضكم بعضا، والروايات اللي تحرم غيبة مثلا المسلم أو الناس أو ما شابه، هاي مختصة بتحريم غيبة الأخ المؤمن. وهناك كلام الأخوة بيننا وبين المخالفين وأنه لا عصمة ولا أخوة، هاي سيأتي. ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، فالأخ المؤمن لا يشملهم، وهذا هو المراد أيضا من مطلق أخبار الغيبة، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع، على أن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط. وسيأتي فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات، فافهم يعني الرواية اللي تقول لك لا تغتاب بالمؤمن هاي مقيدة للرواية اللي تقول لك لا تغتاب بالمسلم، لأن حمل المؤمن على المسلم، يعني المراد بالمسلم المؤمن هنا. جيد. قيام
إلى أن قال قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة، مو حتى مو بس العلماء، عوام الشيعة، سيرة 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 الشيعة، سيرة المتشرعة والفقهاء، قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بس هذا بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، حتى مو تقول تقية لو مو تقية، بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات، هذا من ضروري المذهب. وقال أيضا الظاهر أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات. وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين الواجب في مقام الامتثال، وجرت عليهما أحكام المتزاحمين، مثلا إذا توقف إنجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا. الكذب مو محرم بذاته، لا، بل يلاحظ مورده، إذا كان مورد حرام فيكون الكذب حرام، مورده حلال الكذب حلال، مورده واجب الكذب واجب، مورده مستحب كالكذب مستحب. الكذب معروف ومتسالم عليه بين الفقهاء، جائز إذا كان لأجل الإصلاح بين المتخاصمين، بل مستحب. مستحب تكذب على واحد هو حكى على أخوه المؤمن تقول له لا ما حكى، هذا كذب لو مو كذب، هذا عند الله صدق، هذا عند الله مأجور. أنت لعد أنتم، هو مو قياس، بس إذا صار الاستثناء للكذب في مورد واحد شنو المانع يكون الاستثناء في مورد ثاني، صح لو لا؟ يقول قد دلت الروايات المتضافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب المراء منه واتهامه. شوف مو بس سبه، اتهامه. قال إن مصلحة دفع فتنته أي المبدع عن الناس أولى من الستر عليه، بل ربما يجب هتكه وحطه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها، فإن حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين. هذا كلامه واضح ما يحتاج تعليق. أما على نحو الإفتاء، هذا قد يقول قائل هذا من باب المسألة العلمية والبحث العلمي لا من ناحية الإفتاء. نقول لا من ناحية الإفتاء، علمين كبيرين كالسيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي رضوان الله عليهما أفتوا بذلك. قال في صراط النجاة هذا السؤال، يقول هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ قال الخوئي إذا توقف رد باطله عليه جاز. وفي سؤال الذي بعده اللي هو برقم 1246 واللي قبله 1245، وهل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟ الخوئي إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا بأس، يعني إذا سبيته أو باهته أو وقعت فيه وردعت منكره فلا بأس بذلك، يجوز ذلك. أما السيد محمد الصادق الروحاني حفظه الله من المراجع المعاصرين الأحياء يقول في منهاج الفقاهة، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام وأكثروا من سبهم والقول فيهم لو لم يكن صريحه، يعني أكثروا من سبهم والقول فيهم هذا إطلاق، أو هذا صراحة كلام صريح، وصريح قوله عليه السلام مباهتهم، خوب وباهتهم بعد صريح ما يحتاج لإطلاق، وباهتوهم جواز السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة وبما ليس فيه، يعني سواء أهل الريب والبدع تظاهروا بالبدعة أو أخفوا البدعة ماذا يجوز سبهم وبهتانهم وبما ليس فيه، أي بهتانهم،
أي أن السيد الروحاني يفتي بجواز سب المبتدعة والبهتان عليهم، إضافة إلى قول السيد الكلبيكاني في الدر المنضود في أحكام الحدود: أما المبتدع فيجوز ذكره بسوء لأنه مستحق للاستخفاف. ففي رواية داود بن سرحان إذا رأيتم أهل الريب والبدع يقول: ترى أنه قد جوز بمقتضاها البهتان والافتراء عليهم، وحيث أن الكذب غير جائز فلا بد من القول بأنه قد جوز الكذب هنا للمصلحة، وهي سقوط اعتبار المبتدع وكسر جاهه في أنظار الناس كي لا يميلوا إليه فيضلوا به، وإلا فالبهتان والكذب ليسا بجائزين. جيد. أما قد يسأل سائل: أني مثلا يقول ما أتبع السيد الروحاني أو القلبيقاني أو السيد الخوئي أو غيرهم أو ميرزا جواد التبريزي، مثلا أني أريد كلام من السيد الخميني، أكو هيج كلام؟ قال هكذا كلام، قبل هذا كلام؟ نقول نعم، تجده في كتابه المكاسب المحرمة يقول ذلك. يقول: إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف، يعني لا يرى أن المخالف مؤمن، إلى أن قال: المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية كما قال سائر الفقهاء، وأما الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، يعني المراد بها الشيعة، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أي المخالفين أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم. شوف نفس السيد الخوئي: لا أخوة بيننا وبين المخالفين بعد وجوب البراءة عنهم، وجوب البراءة من المخالفين وعن مذهبهم وأئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، هذا ضرورة من ضروريات المذهب. وما اشتملت على المسلم، يعني الرواية المشتملة على المسلم، فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن. في الغيبة إذا قال مسلم يحمل ظاهرا على المؤمن، فغيرنا أي المخالفين ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سائرها بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة إسلامية إيمانية مع الآخر، يعني الشيعي اللي هو أخوتنا فيما بيننا إسلامية إيمانية. والإنصاف أن الناظر، شوف انتبه، والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، لا يرتاب في أنه جواز غيبتهم وعدم حرمة الغيبة، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها، مجموع الروايات، اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق عليهم السلام، مضافا إلى أنه لو سلم إطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبه في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، يعني عدم احترامهم لا شبه فيه سواء قلنا بالغيبة أو ما قلنا، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب مو بس بالغيبة، مو بس بعدم احترامهم، لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم. جيد. بل الأئمة المعصومون عليهم السلام أكثروا في الطعن، شوف مو بس غيبة، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائهم، هو هنا مكتوب مسائهم هي مساوئهم. فعن أبي حمزة عن أبي جعفر يذكر الرواية اللي يقول: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم أجمل، هاي الرواية. فيقول: والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم، لكن الكف أحسن وأجمل، لكنه مشكل أي القذف إلا في بعض الأحيان، مع أن السيرة هو قال الافتراء والقذف، حتى الافتراء يعود الكلام عليه، فمشكل إلا في بعض الأحيان، بعض الموارد جائز، مع أن السيرة أيضا قائمة على غيبتهم. فنعم ما قال المحقق
صاحب الجواهر أن نطول الكلام في ذلك في هذا الموضوع كما فعله في الحدائق من تضيع العمر في الواضحات. مع الأسف يا صاحب الجواهر، الكلام في هذه المسائل من تضيع العمر في الواضحات. جزى الله سوءا وعاقبه من جعلنا أن بدل أن نوضح ونبين أحاديث أهل البيت وآيات القرآن الكريم أن نخوض في هذه المواضيع، يعني هاي مواضيع بديهية وواضحة ومن ضروريات المذهب، ولكن شو نسوي إذا الناس مغترين بأهل الريب والبدع، مغترين بفقهاء السوء والعلماء المنحرفين اللي يشوهون أفكارهم ويشوهون صورتهم وصورة الإسلام ويصورون أنه هذا لا، هذا بدعة أصلاً، السب واللعن والشتم والطعن والافتراء للمخالفين وأهل الريب والبدع. انظروا إلى فقهائنا، انظروا إلى علمائنا، اللي تقبله واللي ما تقبله اثنيناتهم يقولون، اللي تحبه واللي ما تحبه، اللي تتبعه واللي ما تتبعه اثنيناتهم يقولون، الطرفين يقولون جواز الطعن والهتك والافتراء واللعن، بل من أقرب القربات جيد صاحب ماذا الجواهر يقول، نختم بكلامه، يقول هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد جيد، وهي عندهم عند الشيعة علمائهم وعوامهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات جيد. نختم بذلك ونرجو من الله القبول. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.